السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا شباب؟ إن شاء الله النهاردة هنتابع حل على السؤال الجديد اللي كان موجود في سنة أولى ثانوي اللي جالكم فيه امتحان التجريبي. أنا كنت حليت معاكم يونت 1 وكنت منزل لكم يونت 2 بحيث إن كنتوا تحاولوا إن كنتوا تفكروا فيها. فإن شاء الله مع بعض هنبدأ النهاردة كده ونبدأ نحل فيه يونت 2. طيب يلا كده بينا مع بعض نحاول نشوف نمبر 1. نمبر 1 donating blood helps to save، طبعا انك انت تتبرع بالدم ده هيساعد في مساعدة انك انت تنقذ. ومديني اختيارات injured people، injured بس، the injured، endangered و endangered. طبعا هنا يا شباب الاجابتين اللي ماشيين معايا هنا اللي هم injured people، الناس المصابين، و the injured. ليه يا شباب؟ لان احنا قلنا قبل كده في الشرح ان ذا ومعاها الصفه بتديني مجموعه من الناس زي ذا بور الفقراء، ذا ريتش الاغنياء، وهكذا. يبقى ناخد A و C. نمبر 2 giving blood can space lives. lives هنا يا شباب بمعنى الحيوات او المعيشات. and it is also easy to do. طبعا هنا برضو نفس الكلام، اعطاء الدم اللي هو التبرع بالدم يعني هي كان ايه lives، يبقى اكيد طبعا بيحمي وفي نفس الوقت سيف. الاثنين دول بيساووا ايه؟ بيساووا بعض. لكن سيف ديت اللي هو آمن، ده صفة يا شباب، لكن احنا عايزين هنا فيرب، والتانيين طبعا ده يعرض للخطر، مش ماشي معايا والخطر. Four teachers are going to space in the next reading competition، في المسابقة بتاعت القراءة. طبعا هنا يا شباب اللي هي في، حتى لو انت لاحظت هنا كده حرف الجر ان، بمعنى هنا هيشارك اللي هي اسمها ايه موجود عندنا take part in او share in، يبقى المدرسين هيشاركوا. Everyone of us كل واحد فينا has a role، له دور to play، يلعبوا طبعا to space our community، المجتمع بتاعنا، اكيد طبعا علشان يدعم المجتمع بتاعنا، يبقى support و back في نفس الوقت. التانيين طبعا مش هيمشوا معايا خالص، المعنى بتاعهم مختلف. People are always space for their actions. الناس دايما ايه بالنسبة للأعمال بتاعتهم. أكيد طبعا الناس بالناس يعني بيعملوا الأكشنز بتاعتهم، الناس بتمدحهم، يبقى بريز اللي هي معناها بيمدح، أو بيقدروا برضو اللي هي appreciated، يقدر. Number 6 we really have a number of space footballers at our school. طبعا هنا عدد من ايه اللاعبين كرة القدم، طبعا باينة جدا بالنسبة لنا لاعبين موهوبين talented، برضو بتساوي ايه حتى باينين خالص هما، يبقى اسمها gifted يعني talented موهوب. حتى gift هنا بيعطي هبة لحد او بيديله حاجة كهدية يعني. مستر علي جيف اس وان مور سبيس تو امبروف اور ورك، هو ادانا ايه عشان نحسن امبروف اور ورك. اكيد طبعا بالعقل كده باينه جدا خالص، ادانا فرصه opportunity، وتساوي كلمه ايه a chance، فرصه برضه. هي واز بادلي سبيس ان ذا فاينل، هو ايه في النهائي. طبعا بادلي هنا يعني بطريقة شديدة أو بطريقة سيئة، طبعا أكيد هو طبعا هنا بالعقل أصيب، يبقى he was badly injured، أو برضو إيه اللي ماشي هنا معانا يا شباب اللي هي wounded يعني اتجرح، injured أصيب أو جرح in the final. طبعا دول يعتبروا أسامي، طبعا الانجريز جاي من كلمة injured وهكذا، يبقى أنا عايز هنا صفة طبعا. People with long term illness اللي عندهم امراض طويله الامد، طبعا الكلام ده كله على فكره هتلاقيه موجود عندك في المنهج بتاعك.
need regular blood space. طبعا احنا الكلام ده موجود عندنا في قلب المنهج برضو، اسمها transplant او blood transfusion اللي هو نقل الدم يعني. There were lions in Egypt in the past, but now they have all. كلهم حصل لهم ايه يا شباب؟ اكيد انقرضوا. كلمة انقرض يعني ايه؟ داي اوت، تساوي كلمة جن. جن يعني ذهب وخلاص. طبعا التانيين عكسهم خالص، ريمين ويبقى وابير وكلام من ده وكم تو بينج، مش ماشي اصلا معايا. The heroic actions، الاعمال البطوليه of October's war، في حرب اكتوبر، space every loyal Egyptian to do his best for Egypt. اكيد طبعا كل ده بيشجع الناس انها تبذل قصارى جهدها. يبقى طبعا هنا يشجع يعني ايه يا شباب؟ طبعا encourage يشجع، encouraged every loyal Egyptian، كل مصري عنده ولاء. وانسباير برضو بتلهم تشجع. طبعا discourage والحاجات دي كلها عكسها، reduce و decrease. بص اللي فيها دي دايما بتبقى العكس على طول، reduce و increase، هنا decrease و increase عكسها وهكذا. The lorry collided with a coach but space nobody was injured. طبعا هنا اللوري اصطدم في كوتش، برضو يعتبر اتوبيس يعني، بط ولكن سبيس نو بادي ووز انجيرد، ولكن ما فيش حد ايه اصيب لحسن الحظ يعني. طبعا هنا تبقى فورتشنيتلي، وايه اللي يمشي معانا كمان، ولاكلي، هم دولت اللي ماشيين معانا بيسووا بعض. دايما هتلاقي الكلام ده عندك يا شباب في السينونيم والانتونيم على طول. فوسل فيودز اللي هي الوقود الحفري، ار دراينج اب، بدا ينضب. سو وي ماست سبيس نون رينيبل. رينيبل ديت يا شباب اللي هو يبقى يعني بيتجدد، لكن نون مش متجدد سورسز اوف انرجي، اللي هو زي البترول والحاجات اللي موجوده في الارض ديت، احنا عارفين طبعا انها هتنضب، فالمفروض ان احنا نعمل فيها ايه؟ نحافظ عليها، نحافظ يعني ايه؟ اللي هي سيف، ندخرها، او ان احنا نعمل ايه؟ ايه تاني؟ كونسيرف، برضه يحافظ، اللي هي جايه من كلمه كونسيرفيشن، المحافظه. The space of lion guardians is to help local people، اللي احنا كنا عارفينها المنظمه اللي كانت موجوده عندنا، to protect their livestock اللي هم الماشيه، and reduce، وتقلل من عدد الحيوانات اللايونز اللي بتتقتل in the area، في المنطقه. طيب ايه بالنسبه لللايون جارديانز؟ يبقى الهدف من المنظمه ديت انها تساعد الناس اللي عايشين في البيئه. كلمه هدف يعني ايه يا شباب؟ اللي هو ايم، تساوي برضو ايه تاني من اللي احنا حافظينه؟ كلمه جول. When I first visited Cairo، لما زرت القاهره، I space and ask the way one more time. طبعا لما انا ايه بدات اسال الطريق، طبعا اكيد لما تهت، يبقى when I got lost برضه تساوي كلمة إيه؟ اللي هي جو ميسنج، تبقى هنا في زمن الماضي، وينت ميسنج. مس ده هنا يا شباب ما تمشيش أصلا خالص، اللي هي إحنا قلنا مس يفتقد شخص أو ما يلحقش الأتوبيس أو كذا. ذا لاين جارديانز أورجانيزيشن، نفس الكلام برضه، اللي هي المنظمة بتاعة اللاين جارديانز، إز سبيس إن كينيا. طبعا ديت إحنا خدناها في الكلمات عندك موجودة يا شباب، اللي هي موجودة وكان عندك بيزد إن، صح؟ و existing اللي هي موجوده برضه، جايه من كلمه exist، يتواجد. unlikely، لسوء الحظ، our manager has recently fired four of our colleagues اللي هم زمايلنا يعني، المدير بتاعنا طردهم. the opposite، عكس of fire are، العكس هنا ايه يا شباب؟ اكيد هيوظف، كلمه يوظف يعني ايه؟ employ. وكانت موجوده عندك كلمه ثانيه في قلب الكلمات، وديت من ضمن حروف الجر مهمه جدا، كلمه تيك اون، برضو معناها يوظف. لو رجعت تاني هتلاقي الكلام ده موجود عندك. dont worry، ما تقلقش، these are space problems that won't last، مش هتدوم. يبقى ديت عباره عن مشاكل يوميه تبقى، وخلي بالك الحته دي مهمه جدا، شرحتها لك قبل كده،
الفرق ما بين افري داي وافري داي. افري داي دي يا شباب اللي هي الصفه هتيجي مع الاسم اهي، لكن افري داي ديت اللي هي بتاعت بريزنت سيمبل كل يوم، لكن هنا مشاكل يوميه تبقى اسمها افري ايه؟ افري داي، وتساوي في نفس الوقت كلمه ديلي يوميه برضه. بيبل افري وير لايك، الناس في كل مكان بتحب نقط، اكيد طبعا اللي هي فوتبول وسوكر اللي هي كره الايه؟ القدم، الاثنين واحد. لان دولت هم الوحيدين اللي بيساووا بعض، لكن دولت طبعا كل رياضه مختلفه عن الثانيه. ذا ماساي ار اللي هم شعب الماساي دولت، ار اكسبيرتس هم خبراء، ات سبيس انيمالز سبيشالي لايونز خاصه الاسود. طبعا برضو الكلام ده كان عندك في القطعه اللي هم بيتعقبوا اللي هي تراكنج، يتعقب الحيوانات، تساوي برضو بيرسوينج برضو هي كلمه تراك يتعقب. خبك ان كلمه فيلو ديت يعني رفيق، لكن فولو يتبع، دي حاجه تانية خالص عشان الناس ما تتلخبطش فيها. يونت 3 read this space from the book ديفيد كوبرفيلد، كان موجود عندكم برضو في قلب القطع بتاعتنا، by Charles Dickens and then answer the exercise، وبعد كده جاوب على التمرين. طبعا هنا read this هنقرا ايه؟ المقتطف اللي هو extract، ده كنا واخدينها برضو في عندك الكلمات، وبرضو هنا excerpt اللي موجود عندك الكلمة الأولانية، الاتنين دول بيساووا بعض. footballers اللي هم لاعبي كرة القدم، often space a lot of money، طبعا دي معروفة على طول يا شباب، بيكسبوا أو بيكونوا فلوس، make أو earn، make money و earn money. he went to space for a crime اللي هي جريمة طبعا، he didn't commit اللي هي لم يرتكبها، يبقى طبعا هو راح فين يا شباب؟ على طول بريزون، السجن، باينة جدا، بتساوي كلمة الجيل برضو السجن. voluntary work العمل التطوعي is of a great importance، هو له أهمية قصوى أو مهمة طبعا. the antonym عكس كلمة voluntary are، طبعا هنا يا شباب voluntary ده تطوع، يبقى عكسها الزامي، يبقى طبعا على طول اخد كلمه ايه؟ obligatory. خلي بالك ان كلمه obligation ده الالزام نفسه، انا عايز صفه، و compulsory يعني برضو الزامي صفه. optional طبعا اختياري، exceptional استثنائي. the Nile plays a key، نهر النيل بيلعب a key space in every Egyptian's life، في حياه كل مصري. طبعا a key part اللي هو دور يعني، او برضو كلمة رول برضو معناها دور، حتى كنا بنقولها دايما في الاسي في الاول vital role. انس او انز making space progress تقدم طبعا at school، she always comes first، هي دايما بتطلع الاولى، يبقى اكيد طبعا making amazing progress او astonishing، طبعا الاثنين دولت حاجة جميلة أو حلوة يعني. نمبر 7 having a nap إنك تاخد تعسيلة كده at midday في وسط النهار is a healthy and space habit، طبعا ديت حاجة usual مألوفة أو معتادة الناس بتعملها، وكلمة usual هنا تساوي كلمة يا شباب common طبعا. parents الآباء who have experienced losing one of their sons always look، بيبدو عليهم ان هم طبعا اكيد اللي بيفقدوا طبعا طفل من اطفالهم دولت بيبقوا unhappy او miserable اللي هم بائسين او حزنانين unhappy. I commend طبعا commend دي يا شباب جرى verbs ing، لو لاحظت كلهم فين verbs ing note، طبعا note دي معروفه على طول اسمها اللي هي تيك نوت، طبعا لو احنا جينا كده نبص مع بعض ونشوف ايه بقى كمان اللي يساوي كلمه تيك نوت، هتبقى برضو ميك نوت، هي يبقى تيك وميك، بس طبعا هم بيبقوا فيربز ان ايه؟ ان جي. وي ماست سبيس ذا بيبل، الناس سبورتنج ذا كوميونتي اللي بيدعموا المجتمع بتاعهم، اكيد بنحترمهم، يبقى ريسبكت. طيب ايه كمان الفيرب اللي موجود عندي هنا لسه قايلينها في الصفحه اللي فاتت؟ ابريشيت، لما كان جايبها لك كصفه. نمبر 11 I'd like to do something to help other people in my، طبعا هيساعد الناس في الوقت الفراغ بتاعه.
يبقى فري تايم او بيسموها ليجر تايم. طبعا ديت موجوده المفروض من اعدادي عارفينها ليجر تايم. هير ار فور فاليبل سبيس. طبعا هنا يا شباب يبقى انا عايز ناون طبعا تو ليف ا بالانسد لايف عشان اعيش حياه متوازنه. وركز هنا في الحته دي جميله جدا يا شباب. طبعا نصيحه يعني ايه تب او تبس هنا الجمع. وركز بقى معايا كده، واحد يقول لك ادفايسز غلط يا شباب. طب ما هو يا مستر اهو ما فيها اس وديت ما فيهاش اس اللي هي السي، يبقى ده الناون. احنا قلنا ان كلمه ادفايس لا تجمع، فباخد لها بيسز اوف ادفايس، ودي كانت موجوده عندنا في قاعده من القواعد اللي هي حرف الاي والان، وازاي وامتى نحط ديت وامتى ما نحطش ديت، وامتى نجمع الكلمات الغير معدوده اللي هي الانكاونتبل. نمبر 13 سونر اور ليتر، عاجلا ام اجلا، سبيس people will be punished، الناس سوف تعاقب. يبقى مين اللي هيعاقب هنا؟ طبعا يا شباب الناس الوحشين، يبقى bad people او rigged people، دولت الناس اللي مش كويسين. نمبر 14 I haven't read David Copperfield since I left space school، منذ ان غادرت المدرسه. الايه اللي هنا في دولت يا شباب بيساوي بعضه؟ طبعا احنا قلناها قبل كده برضو ان في الاجانب بيقولوا اسمها هاي سكول مدرسه الثانويه، وبرضه هنا اسمها سكندري سكول مدرسه ثانوي. بيبول وركينج اوفر تايم، الناس اللي بتشتغل اوفر تايم فيل، بيحسوا ان هم طبعا اكيد تعبانين. طبعا يبقى طبعا صفه هنا للبني ادم يبقى فيري تايرد، بيساوي كلمه اكزوستد برضه معناها منهك او تعبان. فينيشينج رايتنج يور ايسي، لما تخلص كتابه الايسي بتاعك. دونت فورجيت تو سبيس ات فور سبيلنج اند بانكشويشن اللي هو الهجاء والترقيم، يبقى ما تنساش انك تعمل ايه تشيك عليه، شيك عليه يعني، اللي هي تراجع يعني ريفايز، وتساوي كلمه ريفيو يعمل مراجعه عليه. كده احنا حلينا رقم 2 ورقم 3 برضو عشان الناس الشاطره، هسيب لك رقم 4 اهوت، هوقف كل واحده كده ثانيه او ثانيتين او ثلاثه، حضرتك ممكن تعمل لهم حل او توقف الفيديو وبعدين تبدا تحل وتخليهم معاك، وان شاء الله برضو انا هبدا احلهم لكم تاني كده لغايه رقم 5 هما قدامك. نطلع فوق شويه ناخد من اول رقم 6، ده رقم 4 او الوحده الرابعه، حضرتك برضو حلهم، احط لك 5 كمان برضو لان دول شويه صغيرين، رقم 11 بس. ناخد من اول نمبر 1 لغاية 5، وبعدين ناخد من أول 6 وبعدين من أول 12 كده. انت معاك اهو يا شباب 4 و5، اللي عايز برضو يحلهم مع نفسه، وبعدين انا برضو ان شاء الله هنزل لكم فيديو تاني. اتمنى يكون المحتوى عجبكم، وما ننساش يا شباب لايك للفيديو. انا شايف ان الناس يعني الى حد ما معرفش بقى مكبره دماغها ولا حاسه ان مفيش امتحانات ما بتذاكرش، مفيش تفاعل مع الفيديوهات. وما ننساش طبعا يعني انت وانت بتتفرج على الفيديو كده او قبل ما تتفرج اضغط لايك، يعني ده اكيد بيدعم القناه بتاعتنا علشان نستمر. واتمنى يكون المحتوى عجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.